وخلال أشغال القمة 28 للاتحاد الأفريقي انتخب الرئيس الغيني ألفا كوندي أمس رئيسا جديدا للاتحاد الأفريقي خلفا للرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو. وشدد الرئيس الغيني في خطاب بمناسبة انتخابه خلال الجلسة الافتتاحية للقمة 28 لقادة ودول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الأفريقي، شدد على ضرورة تعزيز الوحدة على مستوى القارة الأفريقية وتعزيز عوامل الاندماج بين الشعوب. كما تعهد ألفا كوندي في هذا السياق بالعمل بدعم من دول الاتحاد الأفريقي على تعزيز مصداقية هذه الهيئة القارية.